تعرفوا يا جماعه ان اماطه الاذى عن الطريق ممكن تجعل الانسان يتقلب في الجنه؟ ازاله شجره من الطريق تؤذي الناس مثلا يعني تقلب في الجنه. حديثنا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. حديث رواه الامام مسلم. فسبحان الله الانسان ممكن يلاقي بتاعت قشره موز، ازازه، يلاقي اي حاجه ممكن تاذي الناس اللي ماشيين في الطريق. وسبحان الله الرجل بسبب ان هو قطع الشجره ديت اللي كانت بتؤذي الناس في طريقهم اصبح يتقلب في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبب ان هو يتقلب في الجنه ان هو شال الاذى عن الناس. فبالكم بقى بمن يؤذي الناس سيتقلب في النار. الذي يقتل الناس ويشرد الناس ويؤذي الناس ويتكلم في عرض الناس حق المؤمنين يا جماعة. فلذلك إن شاء الله نشيل ونذهب الأذى عن الناس حتى ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب لينا في دخول الجنة بإذن الله إن شاء الله. ما تؤذيش حد لا بلسانكم ولا بإيديكم. والمسلم عرضه مصان عند الله، وعنده يعني عرض المسلم أعظم من الكعبة، وهيز ديجنيتي أعظم من الكعبة عند الله سبحانه وتعالى. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونزيل ونزيح الأذى عن الناس عشان ربنا إن شاء الله يجعله سبب لنا في دخول الجنة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة.